مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وجي معدنا مع فقره الصحافه وبنناقش المنشطات اليوميه النهارده. بيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميري تحليل الخبر معانا وجود الاستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ عصام منورنا ومشرفنا في استوديو صباح ميري. اهلا بيك يا استاذ يوسف، وصباح الخير على مصر كلها وعلى شقي الامه مسلمين ومسيحيين، ويا رب يكون يوم جميل على كل الشعب المصري. يا رب يا رب. استاذ عصام منورنا ومشرفنا. اسمح لي نقول اول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا، الخبر الاول معانا: الرئيس السيسي يحذر من دعوات التخريب، الوجه الحقيقي تدمير الدول بدعاوى كاذبه وزائفه. الطفل اللي عايش بمعسكرات لاجئين هيشتغل ايه بعد 20 سنه؟ بيروح ليبيا. الرئيس للمصريين: لو ما خدتوش بالكم هيجوا علينا ويدمرونا. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعوات التخريب، مؤكدا ان الوجه الحقيقي لهؤلاء هو التدمير بدعاوى كاذبه وزائفه. وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح معمل تكرير مسترد بيقول: التغيير، وانا بقول لكم ده وجه بيقدموه للناس، لكن الوجه الحقيقي اللي عاوزين يوصلوه اللي انتم بتشوفوه قدامكم هو تدمير الناس وتدمير الدول بدعاوى كاذبه زائفه بتزييف الوعي. الحقيقه طبعا استاذ عصام، يعني احنا دايما يعني من سنين واحنا بنحاول طبعا، والحمد لله ان الشعب وصل لدرجه عاليه جدا من الوعي طبعا الحمد لله، ولكن احنا دايما بنقول ان مش اي كلام نسمعه ومش اي حاجه نشوفها ننجرف وراها ونجري وراها، لازم يكون عندنا اكتر وعي اكتر بدا ان احنا نحاول نفصل انهي الحقيقه وانهي المزيف. وطبعا حضرتك يعني فدنا بدا اكتر. يعني بدايه يعني اتفق تماما مع كل ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الدعاوى الكاذبة، وأيضا ما تطلقه بعض الأبواق التي تخدم أجندات خارجية وليست داخلية. لأن إحنا الحمد لله رب العالمين، مصر بعد ما تخلصت من الإخوان الخونة يعني ما بقاش قدامنا غير مسيرة التنمية والبناء، وزي ما بيقول التاريخ ان الازمات هي التي تصهر الشعب المصري في بوتقة تجعله يستطيع ان يفرق بين الغث والثمين، ايضا يستطيع ان يفرق بين الحقيقي والكاذب، وبين ما هو يعني مزيف وما هو جوهر اصيل. المعدن الأصيل دايما لما ينصهر ما الشوائب هي اللي بتطفو على السطح، وده اللي احنا دايما بنقوله ان الدعوات الإخوانية التي تخدم أجندات خارجية لن تلقى أي استجابة، خاصة بعد أن فشلت جماعة الإخوان في القدرة على الحشد أو تكوين رأي عام داخلي وخارجي. هم يصعبون إلى من خلال التمويلات الخارجية إلى إحداث نوع من البلبلة. إذن إحنا علينا أن نواجه هذه البلبلة داخليا. طب إزاي؟ بالبناء، بناء الشخصية المصرية من المهدي إلى اللحد، يعني من الطفل الصغير لحد الشباب الكبير. الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى قواعد كانت أنا بعتبر أنها قواعد هامة جدا، وهو ما أطلقه من برنامج الرئاسة، ثم بعد ذلك مؤتمرات الشباب على المستوى المحلي والإقليمي، وبعد كده الدولي، وبعد كده الإفريقي. أنا بعتبر أن كل هذه الدعوات تخدم وتصب في مصلحة الوطن في المقام الأول وفي مصلحة الشاب المصري. ولكن الطفل، الرئيس برضو ما أهملش، أيقن بأن هناك دور كبير على الكنيسة ودور كبير على المسجد، لابد من توعية الأطفال ومختلف الأجيال، وده اللي بتتميز به الكنيسة عن باقي المنابر الأخرى، سواء كانت منابر في شكل تراث ديني أو في شكل تراث إعلامي. تمام. وهي الكنيسة حرصت دائما على مدرسة الأحد، ومدارس الأحد أنا بعتبر أنها بتشكل لبنة كبيرة، أو نقدر نقول قواعد هامة في بناء الشخصية المصرية للإخوة المسيحيين. لابد من ترسيخ قيمة وإعلاء قيمة الوطن والمواطنة داخل الشاب والطفل والشبل المصري، لأن ده مهم جدا علشان البناء.
أيضا إذا ما كان هناك وقت فراغ سوف يسعى الطفل دائما إلى اللعب واللهو والانسياق وراء الدعوات الزائفة، لأنه ما بيقدرش يفرق، عقليته ما بتدركش في هذه المرحلة المبكرة يعني الغث من السمين، الدعوات الصادقة من الدعوات الكاذبة، خاصة وإحنا البلد في مرحلة بناء وما تموج به من أزمات. إحنا بنصحح أوضاع، الدولة بتصحح أوضاع ممثلة في الحكومة والقيادة السياسية، بنحط قواعد، بنرسي قواعد علشان خاطر نوقف المد العبثي من العشوائيات، ده من جانب. الجانب الآخر إعادة البناء على نحو يتناسب مع قامة وقيمة مصر والمواطن المصري. إذن هناك دور كبير للإعلام والتعليم والمنبر في المسجد ومدارس الأحد في الكنائس، مطلوب أن تكون هناك منظومة متكاملة ومتلاحمة في نفس الوقت، موحدة الأهداف للوصول إلى الشاب والطفل وأيضا الرجل المصري في كل المواقع. مظبوط. طيب إحنا عندنا مراكز الشباب، ما فيش مراكز شباب، رياضة ما فيش رياضة، علشان خطر اللي فرضت علينا جائحة كورونا في الوقت الحالي. السياحة ما فيش سياحة، العمل ما فيش عمل. طيب هنشغل فراغ الشباب بإيه؟ بمشروعات تنموية، بمشروعات يعني تنسق وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التعليم مع الكنيسة والمسجد ووزارة الأوقاف المصرية لإقامة مشروعات. ده كان بيعملها الشباب زمان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، عشان قطر الشباب يحس بالانتماء ويحس. أنا لما بنظف مكان وبهتم بيه ما ببقى حريص جدا على ان ما حدش يوسخه ولا يطرأ عليه تغيير اسوأ بعد الشكل الجمالي اللي اتعمل. فانا محتاج ان انا اهذب النيل، اهذب مسار النيل من اسوان لحد المصب، سواء كان في رشيد ودمياط، اهذب المجرى الملاحي. احنا شفنا من في بنها من كام يوم ابراج معموله على النيل مباشرة، وحتى التمويجة بتاعة الشاطئ بتاع النيل على الجانبين كانت سيئة جدا، وكانت جزء يعني صغير وجزء عريض وجزء يعني. أقصد إن إحنا محتاجين نهذب هذا. لو تبنت وزارة الشباب مع وزارة الري مع وزارة الأوقاف مع الكنيسة إن إحنا نعمل أفواج شباب لتطوير في المحافظات وتهذيب مجرى النيل وتنسيقه بشكل إيجابي بسواعد مصرية وبشباب مصري من مختلف الأعمار، وده اللي كان بيحصل زمان على فكرة في الستينات وفي الخمسينات، بداية الستينات كان هو التنظيم الطليعي يعني. في المقابل دلوقتي الرئيس عمل البرنامج الرئاسي، لكن التنظيم الطليعي كان أنجح وكان أقوى، واتعمل بعد كده تطوير حاجة اسمها معسكر بوئير، وفضل مستمر لعشرات السنين بل لأجيال متلاحقة، وفي شباب ما زالوا لحد الآن تحمل في معسكرات أبو إير دي، بتحمل ذكريات جميلة جدا في ترسيخ القواعد المذهبية والفقهية والدينية في عقول ووجدان الشباب المصري. لما انسحبت الدولة من هذا الدور، ومع الأسف الشديد تحت ادعاءات باطلة بأن الإمكانيات ما فيش اعتمادات، ما فيش يا سيدي، أنت مش محتاج لده. ده هو تشيرت للشاب والفتاة وللطفل علشان خاطر ينخرط في الموضوع ده، وإذا كانت وجبة خفيفة بتتقدم على مقابل، لأن الولد مش هيشارك في عمل خدمي للمجتمع بمقابل أجر، لا ده بالعكس، ده هو بيبذل العرق والمجهود علشان خاطر ثلاث أهداف. الهدف الأول أنا برسخ دور وقيمة المواطنة والوطن لدى الشاب، دور التنمية والفاعلية، إن الشاب ده يكون فاعل، ينشأ على أن يكون فاعلا في هذا المجتمع، بيطور وينمي ويعدل حتى ما يبقاش عنده فرصة
المجهود البدني والمجهود الذهني والتقاءات وتغيير الافكار، وافكار من هنا وافكار من هنا وراي من هنا وراي من هنا، مش فرصة ثم تعديل يعني هذه الافكار تحت بوتقة رجال الدين الموقرين والمحترمين من شقي الامه، الكنيسه والمسجد والازهر الشريف. انا بعتبر ان ده حاجه جميله جدا وهدفها جميل جدا ونبيل جدا. ببعده عن عفوا يعني ببعده عن انه هو ينخرط في بوتقة الجماعة ودعوات الجماعة الزائفة والدين واعلاء كلمة الدين، وهم في حقيقة الامر شوية كدابين وما عندهمش مصداقية. وكام واحد يعني ده يتعدوا على صوابع اليدين، يعني 10-20 واحد من منابر خارجية، وانا يعني افرغ منصات هنا علشان ارد على هؤلاء الحمقى ليه؟ ده انا بالعمل على الارض هلم الشباب ولم من خلال جمعيات الشباب وبيوت الشباب والشبان المسلمين في كل ومراكز الشباب في كل المحافظات، اجمع الشباب تحت مظلة وزارة الشباب، تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، الأوقاف، الكنيسة، الناس دي ببرنامج واعي منه أطور ونمي المراكز والمدن والقرى وأجملها، وفي الوقت نفسه بطلع طاقات الشباب وبعلمهم إزاي يكونوا مترابطين متلاحمين. الكلام ده مش موجود دلوقتي خالص على فكرة، ولا من 8 سنين فاتت، لكن كله بقى بيسعى لايه؟ دعوات للنزول علشان خاطر نعمل مليونيه مش عارف ايه، وتلقى في الاخر ايه؟ شويه اطفال. والنيابه، شوف النيابه المحترمه، النائب العام، تحيه تقدير للنائب العام بان اطلق سراح الاطفال بتعهدات من اولياء امورهم اللي هم انخرطوا في الدعوات الكاذبه وغر الربيم. انا بعتبر ان ده يعني درس امام العالم كله، لابد أن يدرس لكل دول العالم كيف تتصرف النيابة العامة والنائب العام مع يعني هذه الظروف الاستثنائية، إزاي بيتصرف فيها، إزاي بيتعامل معاها، إزاي رد الفعل. ما حدش بيركز على ده، كل اللي بيدور أنا هرد إزاي على 2-3 كذابين محركهم شخص ما من تركيا بتمويل قطري. المفروض أنا ما اهتمش بده، أبني جوه، أفعل دور الشباب، أحرك المجتمعات على الأرض، أنمي قافلة الصناعة في مصر، مش للقطاع الخاص بس، للقطاع الخاص والقطاع العام، واعمل اكتتاب من الشعب. يعني دعوات طلعت حرب بمشروع القرش ومشروع المليم وبنك المليم، على فكرة بنك مصر ده لما اتعمل كان اسمه بنك المليم. يعني اقيم هذا الصرح الاقتصادي على دعوات بانك انت ساهم بقرش قرش واحد علشان خاطر تبني هذا الصرح الاقتصادي، وبعد كده اتعملت مشروعات باسم بنك مصر وكلها تحت برضو مظلة بنك مصر. نعمل ده باكتتاب مصري، باكتتاب من الفلوس المصريين الموجودة في البنوك، وده يسمح بهذا، ونعمل حتى صقوق وشهادات تخليهم مساهمين في هذه المشروعات من جانب، أيضا تعود عليهم الأرباح بشكل سنوي وبشكل إيجابي. وأنا كده أبقى عملت خط تاني في حاجة اسمها يعني نقول عليها إيه، الحوكمة أو النظام المالي الجديد اللي احنا داخلين عليه، وبنسعى إلى تنمية هذه لكن بنرجع ونقول ان دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحذيرات كانت في محلها. ايضا علينا الاهتمام بالشباب. هو صحيح وجه بمشروع رئاسي انا بعتبر انه مشروع ناجح جدا، وهو مشروع النخب الشبابيه من الشباب اللي دخلوا مشروع الرئاسه. انا بعتبر ان ده لابد ان يتم توسيع هذه القاعده، لأن احنا شفنا أتت بثمار جيدة. مسألة يعني طلب على الرئيس يعني يعتبرها أنها مناجدة من
أخ أصغر لحضرتك بلاش يتولى المسؤولية الإشرافية والإدارية في المؤسسات، مختلف المؤسسات، ناس فوق الستين، ادي فرصة للشباب، ادي فرصة للناس اللي هي تحت السن، تحت الخمسين، علشان تتبوأ مناصبها، ياخدوا دورات الناس دي من كل مؤسسة، ياخدوا دورات في أكاديمية مصر العسكرية العليا لأنها أفادتنا جدا. يعني إحنا كأجيال سابقة أفادتنا جدا في الوعي القومي والأمن القومي والتعامل مع القضايا الإقليمية والقومية بشكل إيجابي. اختار 10 من كل مؤسسة من المؤسسات، سواء كانت صحفية أو إدارية أو تجارية أو حكومية، لينخرطوا في دورات داخل أكاديمية مصر العسكرية، ليكونوا بعد كده مؤهلين أنهم يتولوا أرلاية. إنما أنا ما جيش عند واحد عنده 65 سنة و 68 سنة و 70 سنة، وأفضل يعني زي ما شفنا المشهد وهو الرئيس بيفتتح امبارح المشروعات، كلهم بسم الله ما شاء الله شباب تحت ال 80. ما ينفعش، فين الشباب ال 65؟ يعني الوحيد أصغر شاب موجود، كان موجود في الاجتماع بتاع الرئيس امبارح، كان رئيس الوزراء مواليد 64 أو 67، ده اصغر شاب موجود هو رئيس الحكومه. هو احنا طبعا يعني شفنا ان قبل كده ان الرئيس دايما بيهتم بالشباب، بس طبعا حضرتك يعني وجهه نظرك طبعا احنا محتاجين. خلي بالك اليومين اللي فاتوا دول في تاريخ مصر كانت نقطه تحول، وكانت كاشفه، يعني انا بعتبر انها نقطه تحول كاشفه. انا شفت بعض الاطفال والصبيه نازلين في مظاهرات، مين دول عشان يلبوا دعوات ومن الخارج؟ وسيدات، ده اكتر واحد كان يعني منحاز للمرأة في تاريخ حكام مصر كلهم الا ام الحطب، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا هو الاكثر انحيازا للمرأة والاكثر انحيازا لقضايا المرأة هو يعني ام الحطب، جمال عبد الناصر، عبد الفتاح السيسي. انا بعتبر كده ان الاكثر انحيازا للمرأة المصرية. فكون ان بعض النساء تنزل، هناك ثغرة وهي الاسر المنتجة. المرأة توقفت عن تربية الدواجن والمشروعات اللي كانت بتتميز بيها تحت دعوة انفلونزا الطيور، خلاص عدت. فين دور وزارة الزراعة؟ فين دور وزارة الزراعة علشان اعمل ضبط للاسعار من خلال زراعة المتخللات السكنية؟ ده كان مشروع خطير جدا، مشروع زراعة المتخللات السكنية دي، بان انا ازرع جرجير، بصل، فجل، مش عارف ايه، الحاجات اللي هي الرخيصة اللي تخدم المواطن وسهلة الزراعة ومش محتاجة رعاية بيتقال عليها يعني رعاية لاحقة لعملية الزراعة، لانك انت بتجني على طول بتدرس احنا بس عشان يعني ما نخرجش عن سياق الخبر. احنا طبعا يعني ان شاء الله نرى الفتره اللي جايه يكون في توعيه اكتر دي الشباب، ونرى الافضل والافضل يا رب ان شاء الله. طيب احنا معانا الخبر اللي بعد كده استاذ عصام. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده: رئيس الوزراء يتابع اجراءات تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمه الاداريه الجديده. عقد الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسي. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن حزمة برامج أساسية تقدم لكل الموظفين المرشحين للانتقال، كما تشمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية. الحقيقه طبعا استاذ عصام احنا عارفين طبعا ان احنا خلاص على مشارف ان شاء الله، يعني هيكون نقل عدد كبير جدا من الموظفين للعاصمه الاداريه الجديده. حابين برضو نعرف من حضرتك تعليقك على هذا، وكمان يعني رؤيتك ل بعد نقل الموظفين، رؤيتك طبعا للدوله لما بتتطور اكتر واكتر، واحنا طبعا لما شفنا قد ايه البذل المجهود في العاصمه الاداريه الجديده في تعليق حضرتك. يعني انا بعتبر ان لابد ان
تقدم التحية إلى السيد الرئيس ودولة رئيس الحكومة بشأن القرار الجريء بنقل الوزارات مقر الوزارات إلى العاصمة الإدارية. ولكن النقل طبعا مش هيبقى بنفس الكثافة وبنفس لأن في المرحلة الأولى مش هنقدر ننقل كل العاملين في الوزارات تدريجيا يعني هتبقى تدريجيا فمحتاجين لما ننقل الناس تبقى الناس اللي هتكون هناك هتتعامل مع الكمبيوتر وأيضا الوسائل الاتصالات الحديثة مش الورقة والقلم والصادر والوارد والحاجات اللي هي احنا اعتدنا عليها. هذا من جانب. أيضا الحكومة استفادت من نقل النائب العام إلى منطقة الرحاب في المقر الجديد لأن اتنقل النائب العام وجزء كبير من العمل كان مرتبط تحت بالمقر القديم اللي هو الاستئناف محكمة الاستئناف في منطقة الإسعاف في وسط البلد وما كانش فيه وسائل انتقال متوفرة. لا دلوقتي انت عندك احدث وسائل انتقال بيتم ترتيبها علشان خاطر لما يتم نقل الوزارات والعاملين بهذه الوزارات الى العاصمة الادارية الجديدة هتكون نقلة مش نوعية, نقلة بالحقيقة فعلا يتعجب لها العالم مش المصريين فقط. ولكن احنا محتاجين يعني نوع من التريس في مسألة التواصل. الناس اعتادت على انها بتروح يعني مقر الوزارات في المنطقة وهنا 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 لما يحصل ما يحصلش الضروب اللي حصل في نقل وزارة الداخلية والنائب العام مثلا للرحاب وللتجمع. يعني لما اتنقلت وزارة الداخلية في التجمع حصل ضروب ما بقاش فيه الاتصال والحركة والسهولة واليسر اللي كانت موجودة لما كانت موجودة الوزارة في وسط البلد اختلفت الصورة. فاحنا محتاجين ندرب أكبر قدر من العمالة وليكن حتى 40% علشان خاطر لما يتم نقلهم من كل وزارة يتم نقلهم في الإدارات اللي هم فيها يكونوا التعامل إلكترونيا التعامل بشكل أسرع أكثر إيجابية. أيضا الناس التانية اللي هتتنقل بعد كده على مراحل لابد أن تلقى نفس التدريب وبنفس الكفاءة وأن تجتاز هذا التدريب مش مجرد أنه هو بيحضر دورة تدريبية ويخرج منها يا مولاي كما خلقتني. لا لابد أن تترك أثر, لابد أن يستشعر المواطن بأن هناك فارقا كبير بين الخدمة التي كانت تقدم عندما كانت الوزارات داخل القاهرة وعندما انتقلت الوزارات إلى العاصمة الإدارية. لأن في الأول وفي الآخر الهدف هو تقديم خدمة أفضل للمواطن وأيضا للعاملين بالوزارات. فعشان كده احنا يعني العاصمة الإدارية معمولة علشان تخدم الطرفين وإن شاء الله احنا يعني نشوف الفترة اللي جاية كده بإذن الله هذه المضاعفات بإذن الله. طيب اسمح لنا ننتقل لخبر آخر أستاذ عصام. الخبر اللي معانا بعد كده الخارجية, مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان. أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن متابعتها ببالغ الاهتمام التطورات الأوضاع المتسارعة ونشدت الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد. وأكدت الخارجية في البيان على موقف مصر الثابت والقائم على حث جميع الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقا للمقررات الشرعية الدولية. يعني برضو حابين حضرتك يعني تعليقين على الخبر ونعرف برضو الأوضاع وصلت لغاية إيه. مشكلة إقليم ناغور مكارباخ اللي هي بين أرمينيا وبين أذربيجان يعني مش وليدة الأمس ولا وليدة التصعيد التركي ومحاولة الاصطياد في المياه العكرة. لا دي من تقريبا من التسعينات من 1990 يعني نقول 92-93 ما هيش جديدة. النزاع القائم هناك نزاع تطور إلى النزاع المسلح
وانا بعتبر ان التسويه ودعوه الخارجيه المصريه هي دعوه عقلانيه للتريث، وايضا التحكيم العقل لحل كافه النزاعات بالطرق السلميه وليست المسلحه. البعض يحاول الاصطياد في المياه العكره لخدمه اهداف تخصه، يعني تركيا يهمها ان ارمينيا ما يكونش لها وجود من اصله، فبيتهم ارمينيا بانها بتعكر صفو السلم الاجتماعي والسلم الاقليمي والسلم الدولي في النزاع حول اقليم ناغورنو كاراباخ. لكن انا بقول ان دعوه مصر هي دعوه حقيقيه تستهدف الجلوس على مائدة المفاوضات ووقف أعمال المسلحة للتسوية السياسية، إتاحة الفرصة لكلمة العقل مع دايما سماع صوت الضحية ووضع المظلوميات محل الاعتبار. دي مش هتتم يعني حسمها بالسلاح، هيتم حسمها بالمفاوضات زي على غرار القضية الفلسطينية. زي ما احنا بنقول القضية الفلسطينية وصوت الضحية الفلسطينية الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 70 عاما، هذه المشكلة لن تحل إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كذلك الأمر لن يتم حل النزاع في ناغورنو كاراباخ إلا بين القيادة في أذربيجان وأرمينيا لحل هذا النزاع وتسوية وإنهاء المظلومية وإعطاء أصوات الضحايا حقوقهم والحصول على تسوية تتناسب مع طرفي الأزمة. أيوة، هو فعلا زي ما حضرتك أوضحت، احنا يعني يجب أن يكون دايما الصفة السائدة هو المفاوضات، وإن شاء الله نرى الأفضل والأفضل وتنتهي هذه الأزمة على خير رب إن شاء الله. طيب اسمح لنا ننتقل لخبر آخر أستاذ عصام. مشاهدينا، الخبر اللي معانا بعد كده كشف حساب واردات البترول بالنصف الأول من عام 2020. جهاز الإحصاء يكشف 2,489,000,000 دولار تراجع بواردات المنتجات البترولية و816 مليون و722 ألف دولار انخفاضا بواردات البترول الخام. عمل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمستورد، رسالة قوية تعكس توجه الدولة لتعظيم موارد الدولة وخاصة البترولية منها، من أجل إعادة رسم خريطة الواردات المصرية من الاحتياجات البترولية، خاصة بعد نجاح قطاع البترول في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ سنوات. وبالرجوع إلى الأرقام الخاصة بالواردات الوقود في الشهور الست الأخيرة، فإن البيانات الحكومية تظهر حجم التراجع الذي شهدته تلك الفترة على مستوى الواردات من الخارج، سواء على مستوى البترول الخام أو المنتجات البترولية. وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات المنتجات البترولية بلغت قيمتها الإجمالية خلال نفس الفترة نحو 1,028,723,000 دولار. يعني حابين برضو حضرتك، يعني شايف الخبر ده، طبعا حضرتك عارف إن المواد البترولية دي يعني اللي الناس كلها بتهتم بيها، فحابين برضو نعرف وجهة نظر حياتك. شوف يوسف، ما فيش شك ان قطاع البترول قطاع هام جدا جدا جدا، وبيشكل مصدر من المصادر الرئيسية للدخل القومي من العملة الصعبة. وانا بعتبر ان احنا هذا القطاع يشهد نجاح كبير جدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ رسم سياسات واضحة أمام ترسيم الحدود البحرية في عدد من الدول، سواء كان من مصر والمملكة العربية السعودية ومصر وقبرص واليونان، وأيضا الدول العربية المشاطئة في البحر المتوسط. فترسيم الحدود والسياسة التي ينتهجها القيادة السياسية في مصر، أنا بعتبر أن دي سياسة نوعية إيجابية. ولكن دائما وأبدا إحنا كإعلاميين بنقول إيه، بنبحث دائما عن القيمة المضافة لأي خبر يتقال. أحيانا بيبقى الخبر الاقتصادي بالنسبة لنا خبر شائك،
لكن احنا بنفك اللغز بتاعه بالارقام. الارقام دائما وابدا بتيسر على المواطن في تقديم الحقيقة دي، من جانب انه هو يحط ايده على شيء ملموس في واقع الامر. الرئيس عبد الفتاح السيسي علمنا حاجة جديدة. هي ايه؟ كانت دايما قطاع البترول وخاصة القطاع الخاص يعني. قطاعات شركات البترول دايما كانت والتكرير وغيره كانت بتعمل لصالح العاملين فيها ومجلس الإدارة وكبار المساهمين. دائما كانت تسعى لهذا. يعني ساعة ما تقول أنا بخدم فيقولك أنا هعمل مصيف للعاملين، أنا هعمل نادي للعاملين، أنا هعمل رعاية طبية للعاملين بشكل. لكن الرئيس وسع الدائرة دي. بالأمس الرئيس أمام الشعب المصري كله إدى مفهوم جديد. يا جماعة يا جماعة احنا عايزين المنطقة دي، المنطقة اللي هو فيها المجمع، منطقة مستورد دي منطقة محتاجة إعادة تخطيط، إعادة تطوير، إعادة يعني الناس اللي حوالين المجمع ده محتاجة تحس بإن المجمع ده مردود اقتصاديا عليهم كويس، وتنمويا واجتماعيا وأيضا إسكانيا. فاحنا محتاجين ما قال لهمش بقى شيلوا انتوا الشيلة دي زي ما بعض الدول اللي فيها ديكتاتورية تقول انتوا بقى شيلوا بقى الشيلة دي. قالك لا، قالك احنا هندي هنضخ من الدولة مليار كل سنة، خمسة مليارات هنقدمها علشان خاطر منطقة مستورد، لان فيها ست تجمعات. هذه المنطقة يوجد بها ست تجمعات وكيانات بتعمل في البترول والتكرير والنفط بمختلف أنواعه. مفهوم جديد بيغرسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيقول يا جماعة انتوا مش دوركم اللي كنتوا تعملوا وفورة، او دوركم اللي كنتوا تعملوا ميدان او نصب تذكاري او حائط كده لا ده احنا عايزين تنمية. مش دوركم كمان اللي كنتوا تقدم لي تقول لي ايه انا بجيب المتفوقين في بعض المدارس، الاوائل في بعض المدارس. ما هو ده متفوق، واديله منحة في الجامعة الامريكية او في جامعة زويل او في جامعة سين او صاد. طب ما هو ده متفوق مظبوط. انا عايز دور فاعل للي بعد منه، للي بعد منه واللي بعد منه اللي ما خدش فرصته. يعني انا ليه دايما بدور على الكريمة واخدها عشان ما تعبش فيها واقول ده انا بوديه للجامعة الامريكية، انا بوديه جامعة زويل، انا بوديه جامعة الجامعة الحديثة، انا بوديه المانيا. لا، انا عايز اللي بعد كده، اللي بعد دول، اللي بعد دول علشان خاطر دول واضيف اليهم كمان. عشان كده بقولك احنا دايما بنسعى الى القيمة المضافة على الخبر. فالرئيس غرس حاجة جديدة، قال لهم هتدفعوا كام علشان خاطر احنا هنضخ كذا. يعني مش انتوا بس اللي هتشيلوا، لا الحكومة هتشيل علشان خاطر كذا 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 ولمدة 5 سنوات، ونعيد على غرار الأسمرات وعلى غرار بحث سيدة زينب اللي هي تل عقارب اللي تحولت من مكان كان بيسكنه، يعني مش عايز اقول لك دلوقتي تشوفوا الناس كلها تتمنى ان تعيش في رحاب السيدة زينب. غيط العنب ومساكن الصيادين في منطقة الصيادين. أنا مش عايز أقول لك الجمال اللي الواحد بيشوفه بيتحقق على الأرض. إزاي؟ القيمة المضافة، القيمة المضافة هنا هي إن أنا بخلي القطاع الخاص، وده قطاع خاص مش شركة، يعني ده القلعة دي شركة قطاع خاص. أنا بخلي القطاع الخاص مش شيء، مش يرمي لي كده لقمه كده ويقول لي خد ادي نافوره. انا حطيت لك، انا عملت لك، طورت لك ميدان وعملت لك نافوره، حطيت لك مسله، حطيت لك تلات كباش ومسله، ولا اربع كباش ومسله. لا، انا مش عايز ده، انا عايزك تطور لي المنطقه كلها. فكانت دعوه حقيقيه لخدمه المواطن. هو ده الرئيس اللي بيسعى للمواطن وبيدور على المواطن، مش بيدور على مين، يعني مش بيدور على المسألة السهلة. المسألة السهلة طب ما تساهموا،
يقول لك انا هرصف طريق او ميدان واعمل نافوره او اعمل نصب تجاري او كذا. لا انا مش عايز كده، انا عايز حاجه اكبر من كده. يعني يحس بيها كل مواطن، يحس بيها كل مواطن. وانا بدعو يا ريت يا ريت ان تشارك وزارة الري وتشارك وزارة الزراعة في يعني التنمية الجديدة اللي هتتعمل على منطقة مسترد وكل المناطق بإعادة التشجير بالأشجار المثمرة، مش أشجار نبات الزينة ونبات الظل، حاجات مختلفة، لا حاجات مثمرة، يعني حاجات مثمرة عشان يستفيد بها الناس. ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه نبات حيوان أو طائر أو إنسان إلا وكان له صدق. حتى قال لك إذا كل من له كبد رطب استفاد من هذه له بها صدقة. يعني انت كل حاجة انت بتغرسها في الارض وتزرعها. الدعوات الى غرس الاشجار دي دعوات مهمة جدا. يعني انا مش هعمل طريق. يعجبني قوي لما الرئيس بيغرس اشجار او بيغرس نخيل او بيغرس نباتات في طريق. ده مش معنى كده ان الرئيس بس يعمل الموضوع ده ويحط ده، هو بيضرب مثل. انت بقى يا وزارات، يا وزاره الزراعه ويا وزاره الري ويا وزاره التربيه والتعليم، خدي افواج من الطلبه علشان خاطر يشاركوا في غرس الاشجار على الطرق، على المناطق الجديده اللي اتعملت، مناطق الاسكان الجديده اللي اتعملت. خلي الشباب يتفاعل. خلي الشباب يتفاعل مع مش تبقى المسائل مجرد هياكل خرسانية. لا، يبقى برضو في لمسة جمالية من المزروعات، من النباتات المثمرة. لابد أن يعني أنا شايف أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا دور لوزارة الزراعة ولا الري في بناء وتنمية المجتمع على أي نحو من المناحي. يعني استغفر الله العظيم، زي ما يكون وزارة الزراعة دي فاكرة أن هم يعني مع احترامي الشديد لصديقي الدكتور حامد في قناة مصر الزراعية، يعني أنا لأن ده صديقي وأنا بعتبر أن دورك لازم يكون أكبر من كده يا دكتور حامد، دورك يكون أكبر من كده. لا إن شاء الله، وزي ما حضرتك وضحت فعلا يبقى فيه مساهمات أكتر ونرى الأفضل والأفضل في يا رب إن شاء الله في الفترة اللي جاية. استاذ عصام احنا للاسف وقتنا خلص، ولكن طبعا انا بشكر حضرتك يعني وبشكر وقت حضرتك ووجودك معانا، ويعني على تحليل حضرتك للاخبار، وان شاء الله بنقول ان دايما الافضل والافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. اتمنى مصر كلها ان شاء الله تكون في ازدهار ورخاء، وزي ما قال الرئيس مصر تبقى ام الدنيا وقد الدنيا ويعجب لها كل العالم وينظر لها بنظره مختلفه عما سبق. امين يا رب باذن الله ان شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكر جدا الاستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. مشاهدينا بكده خلصت فقره الصحافه، اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الفقره الاخيره اللي هنتكلم عن الاكتشافات الاثريه الجديده وجهود الدوله في افتتاح متاحف حديثه. بيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح النيل الكلام عن هذا الموضوع، هيكون موجود معانا الاستاذ الدكتور احمد بدران استاذ الاثار والحضاره المصريه القديمه كليه الاثار جامعه القاهره. فاسمحوا لنا نطلع فاصل نرجع مع الفقرة الأخيرة، خليكم معنا.